اللي خلطوا علينا توا. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم فولو ياسمين. 8:48 دقيقة وقيد جيب الصحيح. موجد الصباح. مرحبا مال من جديد. اكيد جيب صحيح اليوم شكون سبيسيال شويه، نعرفوا الاطار اللي هو عيد المراه، وبطبيعه اخترنا بشكون معنا في التليفون مسؤوله امراه، بطبيعه مسؤوله مهمه على مستوى الجهوي. هنا نحكيوا على السيده وليد نابل، مدام سلوى الخياري. شوفوا مع تجربتها بصفتها مراه على القياده، خلينا نقولوا، وتحمل مسؤوليه كبيره. الولايه مش سهله كما ولايه نابل. مدام سلوى مرحبا بك. صباح الخير، مرحبا بكم، عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير. هذا في عيد الاضحى، وكل عام وانت حي بخير على مستوى عيد المراه. يعيشك بارك الله فيك، شكرا. ان شاء الله عيد مبروك لكل المستمعين ولكل التوانسه عموما بعيد الاضحى المبارك، وان شاء الله المراه التونسيه دائما متالقه في عيدها وعلى مدار السنه وعلى مدار الحياه. إن شاء الله كل المرأة التونسية بخير، خاصة المرأة الكادحة في الحقل وفي البحر وفي المصانع، المرأة التي لا تعرف لا راحة ولا معناتها عطلة ساعات ولا حتى شيء. هذوكم نسيز اللي خدمة في الدار وخدمة في العمل. نعم، هذوكم أين نحسهم تحية خاصة 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 جدا. مادام سألوا أعطينا، خلينا نحكيوا على تجربتك أنت الخاصة، خاصة تجربتك هذه اللي قاعدة تعيش فيها في مركز والية نابل. كيفاش العمل نتاعك يكون، كيفاش تقسم دورك، وكيفاش القرارات خلينا نقول اكثر تاخذهم؟ والله سؤال معناتها وجيه في وقته في عيد المرأة. معناتها احنا انا ساعة فرحانة اللي احنا زوج وليات ولينا توا في على مستوى الجمهورية، معناتها ولية نابل ولية منوبة، وبال معناتها نحب نوجه لها تحية وربي يوفقها هي جدة في مهامها الجديدة. ويليا هي ويليا معناتها هي مسؤولة تدير شأن العام للولاية، معناتها مرجع النظر نتاعها. الويلي بصفة عامة ما عندوش وقت، معناتها نجمو نخدمو 16 ساعة و 17 ساعة. عندنا معناتها لكن عندنا احنا فرق عمل حقيقة، عندنا انا في نابل مديرين جهويين ممتازين الحمد لله، السادة المعتمدين السادة العمد. معناتها ما ينجمش يكون المسؤول ماهوش محاط بفريق عمل يكون معناتها في انسجام وفي تناسق مع بعضنا. قراراتنا ديما ناخذوها قرارات تشاركية، إذا كان فما قرارات تهم الشأن العام الأمني عندنا مجلس أمني جهوي، وناخذوا قراراتنا وناخذوا معناتها استعداداتنا في إطار معناتها تشاوري. إذا كان قرارات اقتصادية عنا لجان تخدم، عنا جدا مجلس الجهوي اللي فيه وعنا 13 نائب يمثلوا الشعب في المجلس الجهوي، ديما عنا لجان تخدم وتستشير معناتها المواطنين في كل اللي يخصهم. العمل يكون دائما دؤوب. عنا كما في العيد عرفتوا شفتوا اللي معناتها هم اضطرابات في توزيع المياه، احنا انطلقنا في الموضوع هذا قبل العيد اليوم، وعملنا لجنتنا وعملنا اجتماعنا وعيدت المديرين الأقاليم الكل متاع الساق ومتاع الصغير، اللي احنا عنا ثلاثة مديري أقاليم عندها ولاية نابل راهي ولاية ممتدة وكبيرة برشا، وخذينا الاحتياطات. خلينا ناخذوا الاحتياطات. نعم. مدام سلوى انت بطبيعتك بصفتك لهنا مسؤوله، خلينا نمشي معك شويه زاده في الاكتواليتي. نعرفوا ان الايام الاخيره كل على مستوى كامل الجمهوريه عرفنا الانقطاع نتاع المياه ونتاع الكهرباء والغاز، بعد كيفاش عملتوا على مستوى خليه الازمه على مستوى الجهوي؟ وهل نستناو اليوم مثلا دي ترافو باش يرجعوا المياه لبعض المناطق، وكيف كيف ضمان انه ما يتقصش الضوء في الايامات هذو؟ هو راهو فما احنا خذينا زمان خذينا احتياطاتنا باش ما نقصوش الضوء على كامل ربوع الولايه، معناتها ما يجيش خاطر حتى اللي ماهوش خالص ماهوش باش يتقص عليه الضوء في الفتره هذه. ثم الاحتياطات الاخرى اذا كان الاعطاب
العطب ينجم يطرق، تعرف فما معناتها ضغط كبير برشا على استعمال الكهرباء، خاصة في الحرارة المرتفعة. الفريجيدير باش يخدموا في العيد كلهم، إذا كان عنده واحد كونجيلاتور كان مسكر باش يخدموا مثلا، فما الكليماتيزور الناس الكل معناتها باش تقعد في ديارها باش تشعل معناتها الأجهزة اللي تستعمل الكهرباء، الطاقة الكهربائية. وبالتالي احنا قلنا في حالة عطب لابد من التدخل الفوري. وراهو أنا نحب نأكد أنه مدير الأقاليم احنا نكلموا في بعضنا من الفيك، يعني هما في مكاتبهم يوم العيد ويوم ثاني عيد في مكاتبهم يأمنوا في التزود بالكهرباء. بالنسبة للماء، بالنسبة للماء احنا عندنا خزانات، خزانات اللي هي يقع معناتها ضخ المياه في الخزانات هذه اللي يقع تزويد ما بعد المواطنين، حرصنا على انها الخزانات ما تفرغش. لكن في بعض الحالات انه معناتها الاقبال على المياه كان أكثر من المتوقع، تعرفوا سيف عطلة لسه تصيف هونية، عادة عيد الأضحى هونية، معناتها تم معناتها الخزان مستوى الخزان أهبط شوية، وبالتالي وقت يهبط مستوى الخزانات ما عادش ينجموا يعملوا الضخ. هذيك حرصنا باش تكون الخزانات ممتلئة. فما زيدا نحب نشير لحاجة أنه إحنا عنا نوعين من لهنا في نابل، لهنا في نابل تو قاعدين معناتها يعاودوا يملئوا في الخزانات معناتها. إيه ليه من البارح، من قبل العيد، من قبل العيد الخزانات تملي في الليل. راهو العمل ما موقفش، عمل الأجهزة السونيد معناتها المصالح نتاع السن ما وقفتش، يتقص معناتها والخزانات. واضح، خلينا نرجعوا للأجواء العيد مدام هذا واضح. خلينا شويه معاك فصل نتاع اكتواليتي وكل شيء، حابين نرجع معاك شنو تقول للمرأة التونسية اللي مازالت ما امنتش بحظوظها، مازالت اللي قاعده في الصف الثاني وتحس في روحها ما زلت غير مؤهلة إنه بشكون في مركز قيادي. نعرف إحنا المرأة تقريبا تونسية تقريبا في كل المراكز، بس أثناء زوز مراكز مازالوا ما حصلوش هم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، خلينا نقولوا تقريبا رئاسة البرلمان، ولأنه فما نائبة متاع برلمان ساعات ترأس هي الجلسات. المرأة التونسية شنو معناتها، شنو أنت بصفتك أنت تجربتك أنت القيادية والمسؤولية اللي أخذيتها، شنو تقول المرأة اللي ما زلت حاشمة شوية؟ خلينا نقول والله المرأة يلزمها تدخل في كل الميادين. إذا كان ياخذوا أحنا الأرقام والإحصائيات، إذا كان أحنا في الكليات عنا 60% وأكثر من 60% من الطلبة هما فتيات، معناتها دور الريادي عند المرأة هو معناتها حبيت نجم نقولها دور طبيعي ودور عادي. إذا كان المرأة تتعلق بالدراسة الجامعية متاحة معناتها وتاخذ المسؤوليات في الطب وفي الصيدلة وفي التعليم، احنا نعرفوا اللي عدد الصيدليات يفوق معناتها نسبة فوق 60%، عدد المرأة الطبيبة عنا ما شاء الله معناتها 30-40 ربما أكثر، المرأة المدرسة في الابتدائي أو الثانوي أو حتى الجامعي يفوت 50%. وبالتالي احنا شنو المرأة هي تقول انت حاشمة، انا نقول فما شوية معناتها ما فماش اكل هكا الاندفاع للشأن العام. لانه تعتبر المرأة تخير العمل الجمعياتي على العمل السياسي مثلا. توا لقينا برشا نسيد ادخلوا في العمل السياسي لانه معناتها لكن مزيل شوية مزيل شوية. نعم. لكن مازال شويه حتى نعرف حتى شخصيا تجربه شخصيه حتى في البرامج السياسيه صعوبه كبيره باش تكون ضيفتي مثلا مرأة من اي حزب كانت. اي هو داو دي تقتحم المرأة، دي تقتحم الميدان السياسي. كنا نقارنوا احنا قبل 2011 نشوفوا المرأة كانوا معناتها المرأة كانت ربما معناتها في الفيترين، اليوم لا، المرأة ولات فاعلة، المرأة ولات تهبط للميدان. المرأة اليوم عندنا نساء جراحات، راه قلت لك في الميادين العلمية والميادين الاقتصادية المرأة ما شاء الله عليها في تونس. قعد شوية المرأة في الميدان السياسي اللي هي مازال ما هيش معناتها موجودة بالقدر الكافي، وهذا الدور اللي لازمنا نخدمه عليه معناتها المرأة في القيادة
سيد رئيس الحكومة أشرف على ندوة كاملة عندها توا ولا أربع أيام. المسألة مش مرتبطة لا برئيس حكومة لا بغيره، المسألة مرتبطة بالمرأة بالأساس. يعطيك الصحة مدام سلوى. هو معناتها هاني قلت لك القيدين نساء ورجال فتحين الباب للمرأة، معليها كان المرأة تقتحم، وخاطر العمل الهذية راهو فيه بعض فيه مضني تعب، فيه تضحية، تضحية بالعائلة، تضحية بالحياة الخاصة، تضحية بالوقت. لكن هذه هو دور المرأة. إذا كان احنا نأمنوا المجتمع يجب يكون متكامل، يجب المرأة تدخل في كل الميادين ومنه منها الميادين السياسي. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام سلوى الخياري وليد نابل. ومرة أخرى نقول كل عام وانت حيا بألف خير، انت وكل المرأة التونسية وأي مرأة في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وخلينا نقوله أمل، شفنا لهنا في الخدمة متاعنا المرأة موجودة في البلايس الكل، لكن المرأة ما زالت على المستوى السياسي في تونس ماذا بينا تاخو خطوة أخرى ولا خطوتين أخرين. خلينا نشوفوا فما نوع من المساواة على المجال السياسي، خاطر هي تخدم على المستوى الحزبي على المستوى الوزارات وكل، لكن ديما نجم نقولوا الثمار متاع خدمتها ديما يختفوها لها، ماذا بينا هي تشد في خدمتها تتمشي للخ. ولا يعطيك الصحة معاذ، كانت هذه جيب صحيح. مازلنا معكم نحن.